مشروع القانون المتعلق بالصحة. المصوتون بنعم. رغم موجة الانتقادات الموجهة لفحوى المشروع، صوت نواب المجلس الشعبي الوطني بالأغلبية على قانون الصحة الجديد، فيما حث وزير الصحة للاعتماد على قاعدة قانونية محينة يسير عليها القطاع. هذا القانون يكرس مبدأ العلاج المجاني لكل المواطنين، بل ليس كل المواطنين الجزائريين فقط، لكن كرس حق العلاج لكل شخص هو على التراب الوطني، وخاصة الأشخاص الذين هم في حالة صعبة. المشروع الذي يأتي في سياق سلسلة الإضرابات التي يعيشها قطاع الصحة جعل موقف نواب المعارضة يلتقي عند سحب مشروع القانون بصيغته الحالية. أنا أمام الرأي العام، أمام شعب خطورة نتاع هذا المشروع، ويتحمل المسؤولية نتاعو كل من صوت عليه، ولذلك احنا اليوم طلبنا ونادينا رئيس الجمهورية بسحب المشروع، ونبقاو ناديه باش يسحب هذا المشروع لأنه ما يخدمش المصلحة نتاع الكل في المجتمع. صندوق الضمان الاجتماعي ديفيسيتير، الجماعات المحلية تعرفون كلكم أنها ديفيسيتير، سي بور سا قلنا تنازل الدولة عن الصحة لصالح الصناديق ولصالح سي لو ترونسفير دو لا بريز اون شارج سانيتير فير لي مين. أما نواب الموالاة فرافعوا لصالح المشروع كونه يعالج المشكلات التي يعاني منها القطاع حاليا. قانون الصحة في مجمله حافظ على كل الناس، خاصة فيما يتعلق مجانية العلاج، جديدة لتحفيز الأطباء وعدد كثير من الاختلالات اللي كانت موجودة عدة سنوات في قانون الصحة اللي كما تعرفوا تأجل عدة مرات. مشروع قانون الصحة يحمل الجديد في تسيير القطاع، غير أن فعاليته لن تظهر بعد التطبيق الميداني لمواده 70 واقع.